تعالى عبد الوهاب، بنرحب بحضرتك في بوابه اخبار اليوم. والمطبخ في سكرتاريه التحرير بيبقى ماشي ازاي؟ هل بيتغير المنشطات او الموضوعات، او ايه اللي هو السبوت بتاع المنشط الرئيسي لجريده الاخبار او اخبار اليوم من اهتمامات صحفيه لتغطيه الاحداث؟ التفاعل السريع قوي مع الحدث، لانه لو هذه السرعه مش موجوده سواء على مستوى اتخاذ القرار، سواء على مستوى تفعيل القرار، سواء على مستوى تحويله الى جزء من الفعل السريع، سواء في صالة التحرير او في صالة التنفيذ او في المطبعة الى اخره، اعتقد انه انت داخل في منافسة كمطبعة ورقية، ليس فقط مع المطبعات الورقية، والمسألة تسع نطاقها قوي. يعني انت عندك صحف قومية منافسة، صحف مستقلة، صحف او خاصة، صحف حزبية، كله داخل في المنافسة، زائد الصحافة الالكترونية اللي انت جزء منها حالا، زائد الفضائيات. فيعني اعتقد انه اللود المرة دي عالي جدا على من يغطي، من يصيغ، من يتخذ القرار في اللحظة المناسبة، لانه لو اتأخرت لدقائق انت مرتبط بعد كده في انتاج الجورنان بمطابع، بتجهيزات، بمواعيد توزيع، بمواعيد سفر لنسخك، في حين انه الجزء اللي انت معني بيه اللي هو كراجل صحفي الكتروني، انت ممكن تبث من نفس الموقع وترفع، وفي ثانية يبقى مجهودك واصل للجمهور بتاعك. انا ما عنديش الفرصة دي، نفس الفرصة بالنسبة لك عند الفضائيات. فبرضو اعتقد انه امتحان صعب. طبعا مطلع على بعض المنشطات اللي موجودة في الجرائد المستقلة والجرائد القومية زي ما حضرتك صنفت دلوقتي، فهناك بعض الاتهامات للجرائد القومية او المؤسسات القومية بانها منحازة للنظام الحاكم، وتحديدا بعد تولي الاستاذ ياسر رزق رئاسة مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم، فهناك بعض الاتهامات في الشارع المصري بان المؤسسة اصبحت تميل للنظام الحاكم او النظام العسكري او تأييد المشير عبد الفتاح السيسي، ماذا ترى ذلك؟ يعني انا اعتقد ان كل الاعلام تقريبا الا قليلا مع الفريق السيسي، كويس. فنمره واحد، نمره اتنين مشير خان او المشير السيسي، نمره اتنين المساله مش مساله انحياز بقدر ما هي مساله ما لا ما ارى ما ارى كصاحب قرار انه صحيح، لانه الحقيقه في صناعه الفكر جزء من المساله بتبقى برضو مركبه او معقده. يعني جزء منها احنا حتى كنا بندرس في الاعلام انه ضمن ما يرجح خبر عن خبر او موقع خبر في صفحه او كذا هي ميول صنع القرار او اللي احنا بنسميه القائم بالاتصال، كويس. فدي مساله موجوده في الدنيا كلها. يعني مساله انه انت كصانع جريده انت شخص محايد تماما، اعتقد ده هيبقى في لو بنطلع جورنان في الجنه بس. يعني مساله ان انت تحجب ميلك او تكون موضوعي بنسبه 100%، ما ظنيش في اي صحافه في العالم، شاور لي على اي صحافه في العالم ما بيبقاش عندها ترجيحات وخيارات وميل لبديل دون الاخر. فاعتقد ان دي مش تهمه، يعني دي مسألة إنسانية ومهنية موجودة في الدنيا كلها، مش موجودة في الصحافة المصرية بس ولا في اللحظة الراهنة بس. وزي ما انت بتدي لنفسك الحق ان انت تبقى مع فلان او ضد فلان، اعتقد ان انت ما تقدرش تحجب ده عن الاخر، سواء هذا الاخر زميل او رئيس او مرؤوس الى اخره. بس فانا شايف ان اللي حصل ده جزء من اللحظة بكل حساباتها وبكل ما يعتمل في صدور الناس في الشارع وانت بتحاول تعكسه او تترجمه. يعني نقدر نقول ان مؤسسة اخبار اليوم لازالت مؤسسة او جريدة شعبية؟
بتقدر تطلع نبض الشارع المصري او متاعب المواطن على المصري. الاقل بنحاول يعني، على الاقل الاخبار اليوم بتحاول ده. طيب وبعدين اذا اجتهدت فاخطأت فليك اجر، والله اجتهدت فاحسنت ما هي الخطة هيبقى ليك المستقبلية؟ اجرين يعني. ما هي ها الخطة المستقبلية لتطوير إصدارات المؤسسة والبوابات الإلكترونية الخاصة بالإصدارات؟ هو بالفعل في حدود ما اعلم في دلوقتي وقفة لإعادة التقييم، لأن احنا بالفعل كنا خلال السنة اللي فاتت قائمين على مشروع بالتعاون مع إحدى الشركات لإنجاز هذا التطوير. في الحقيقة في ملاحظات بعضها بيستهدف الكمال والكمال لله وحده سبحانه وتعالى، ولكن أعتقد إن احنا خلال المرحلة الجاية وبعد إعادة التقييم لما تم إنجازه خلال هذا العام هيبقى في مرحلة أخرى للتطوير أتمنى إنها توصل للجمهور في وقت مش بعيد من دلوقتي إن شاء الله.